نتواجد الآن في خطوط التماس الأولى في حي العسكري، هذا الحي الذي تم تحريره من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال الأيام السابقة. وتلاحظون هذا المبنى، مبنى المستشفى العسكري الذي تقوم الميليشيات الانقلابية الآن بتكثيف قصفها العنيف على هذا المستشفى في خرق واضح للهدنة التي أعلن عنها. تشاهدون ألسنة اللهب وهي تتصاعد جراء احتراق إحدى الغرف التابعة لهذا المستشفى. تلاحظون أيضا قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وهي تقوم في تأمين هذه المواقع تمهيدا لأي محاولات تسلل قد تقوم بها عناصر الميليشيات الانقلابية جراء التغطية النارية الكثيفة والقصف العنيف الذي تشنه على هذه المواقع منذ صباح هذا اليوم. قصف عنيف، انفجارات عنيفة على حي ثعبات، حي حسنات، حي أصالة، حي العسكري. لازلنا هنا نواكب هذه التطورات ونقوم بتغطيتها أولا بأول ورصد تلك الخروقات التي تقوم بها عناصر الميليشيات الانقلابية. هدنة إنسانية لم يتم الالتزام بها من قبل طرف الميليشيات الانقلابية. حمزة أمين لقناة بلقيس من حي المستشفى العسكري بمدينة تعز.